لمزيد من التغطية معنا من جنيف مراسل الإخبارية نايف نوفل. نايف، يعني مع انتهاء هذه الوقفة، كيف رصدت حجم الاهتمام بهذه الوقفة وتعاطي المنظمات الحقوقية والدولية معها؟ نعم، كان هنالك حضور مميز لمنظمات أوروبية حضرت إلى هنا لمشاركة اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع اليمني، مختلف الجاليات التي توافدت من دول أوروبية إلى هنا للتعبير عن رفضهم للممارسات الحوثي وصالح تجاه أبناء الشعب اليمني، تجاه المدنيين العزل، الأطفال، النساء، حالات الانتهاكات التي يعني وثقتها بتقارير المنظمات المجتمع المدني اليمنية هنا في مجلس حقوق الإنسان وخلال الدورة 36 المنعقدة حاليا، والتي كشفت عن وجود أكثر من 50,000 حالة انتهاك حصلت خلال 6 أشهر فقط. معظم هذه الانتهاكات وبنسبة 80% كان المسؤول عنها ميليشيات الحوثي وصالح. يعني يوم أمس شهد حي شعب الدبة في محافظة تعز جريمة بحق الإنسانية، ذهب ضحيتها 3 أطفال، وهو ما أشار إليه البيان الختامي لهذه التظاهرة. وذاك قال بأن هذا يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويعني تصميم من طرف الحوثي وصالح على استمرار ممارساتهم المناهضة للإنسانية وللإنسان اليمني. طالب المتظاهرون في بيانهم الختامي أيضا المجتمع الدولي للضغط مجددا على الانقلابيين لتنفيذ القرارات الدولية الأخيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وعودة وتثبيت الشرعية لضمان استقرار اليمن. يعني هذا نشاط اليوم جاء ضمن مزيد من الأنشطة التي نظمها يواصل التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. نعم. الذي يضم في نايف. أسألك، هل سيكون هناك فعاليات مصاحبة أخرى للوقفة تزامنا مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان؟ نعم، يعني هنالك توصيات خرجت بها هذه التظاهرة، سلمت للأمم المتحدة مطالبات بوقف العدوان الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية من خطف وتعذيب وقتل واستهداف للمدارس والمستشفيات، تجنيد الأطفال. هنالك المزيد من الفعاليات التي ستستشهدها أروقة الأمم المتحدة خلال الأسبوعين القادمين. مشاركة أيضا مميزة ستكون للجنة الوطنية لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ستبدأ يوم الاثنين. سيتم عرض تقرير خاص بالانتهاكات التي وقعت في اليمن للجنة الوطنية التي شكلت قبل 2 عامين. التحالف سيكون له أيضا، تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان، سيكون له ندوات أخرى، ندوات حول تجنيد الأطفال وحول الألغام والعديد أيضا من الندوات المتخصصة في مختلف الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلاب في اليمن منذ انقلابهم على الشرعية وحتى إبان الثورة اليمنية منذ عام 2011. نعم، مراسل نايف نوفل من جنيف، شكرا جزيلا لك.